شو اللي كيخلينا نكونوا انسان؟ واش الذكاء ديالنا؟ واش القوه؟ ولا الانسان كيكون انسان بالانسانيه ديالو؟ والسؤال هو الى اي حد كنتشبتوا بهذه الانسانيه؟ هذا السؤال هو اللي كيطرحوا الفيلم ديال اليوم The Platform اللي خرج في 2019 من اخراج غالدير غاستيلو وروتيا. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. الفيلم كيهضر على واحد الحبس مبني على الطول، فيه 333 طابق اللي غاديين لجهة التحت، يعني الطابق الاول هو الزيرو، تحت منه الواحد، وتحت منه الجوج، وهي غادية حتى للطابق السفلي كاع اللي هو 333. حتى واحد في الفيلم ما عرف هذه المعلومة، هذه غير بيناتنا. كل طابق فيه جوج ديال المحابسية، وكل طابق فيه حفرة مستطيلة في الوسط ديالو. هذيك الحفرة هي اللي كتدوز منها الماكلة. مرة في النهار واحد الضالة في العبار ديال الحفرة كتكون عامرة بكل ما لد وطاب من الخيرات، كتوقف في كل طابق شي ثواني قليلة، الوقت اللي الناس ديال الطابق ياكلوا. من بعد الضالة كتهبط للطابق اللي من بعد منه وهي غادة. فاش الماكلة كتهبط ما عندكش الحق تخلي شي كاسكروت زعما حتى من بعد. الا خديتي شي ماكلة وطرفتيها الطابق كيسخن، ما حدك ما لحتيهاش حتى كيتحرقوا اللي ساكنين فيه، ولا كيبرد حتى كيجمدوا. دابا ارى لنا هاد الطابله ديال الماكله، نظريا يمكن ليها توكل كاع الناس اللي في هاد الحبس، الى كل واحد خد داكشي اللي قدو باش يبقى حي. ولكن الانسان ما كيفكرش بحال هكا، الناس اللي الفوق كياكلوا اكثر من اللازم، والناس اللي لتحت ما كتوصلهمش الماكله وكيبقاو بالجوع. كل شهر كتعاود الضمصه وانت وزهرك، يا اما تطلع يا اما تهبط. هاد القصه اللي هي عباره على ديستوبيا، يعني قصه خياليه ديال شي مكان ولا مجتمع عايش في الظلم والديكتاتوريه، هي صراحه ما بعيداش بزاف من الواقع. في العالم ديال الحفره إلويو اللي هو العنوان الأوريجينال ديال الفيلم قبل ما نتفليكس تبدلو بالإنجليزية The Platform، فهاد الحبس كل واحد كيدخل ليه عنده الحق يجيب معاه حاجة وحدة. البطل اللي غادي نتبعو القصة ديالو غورين اختار باش يجيب معاه الكتاب ديال ميغيل دي سيرفانتيس دون كيخوتي دي لا مانشا. دابا غادي ندخلو في التفاصيل التحليلية اللي تقدر تخسر لكم الفيلم، إذن اللي ما شافوش يمشيو يشوفوه عاد يرجعوا. في 1943 عالم النفس الامريكاني ابراهام ماسلو خرج نظريه على ترتيب ديال الاحتياجات عند بنادم، ذا ماسلو هايركي اوف نيدز. فهاد النظريه كيرتب الاهميه على شكل هرم، لتحت في القاعده كاين الاحتياجات الفيزيولوجيه فيزيولوجيكال نيدز اللي فيهم الماكله الشراب والنعاس، عاد كيجي الاحساس بالامان. البارتيه الثانيه فيها الاحتياجات البسيكولوجيه psychological needs اللي هما العلاقات الاجتماعية اللي فيهم الصداقة والعلاقات الحميمية، وفوق منهم الرغبة في البرستيج والاعتراف والمكانة والهيبة، وأخيرا القمة ديال الهرم هي التحقيق الذات اللي فيها تحقيق ديال الفول بوتنشل والإبداع. هذا الهرم دويت عليه غير باش نفهموا أكثر السيتويشن اللي فيها المحابسية ديال الحفرة، كلهم راجعين للساس ديال الهرم واللي هو البيزك نيدز الماكلة. البطل ديالنا غورن اللي غادي نتبعوا الحياة ديالو في الحفرة ولا التحول ديالو، غادي نعيشوا معاه ثلاثة ديال المراحل، كل مرحلة غادي تكون مع شخصية مختلفة معاه في الطابق، وهاد المراحل الثلاث هما اللي غادي نحاولوا نفهموا منهم الرسالة ديال الفيلم. غورين غادي يتلاقى أولا مع تريماغاسي. لحقاش غورين ما كانش عارف هاد السيستيم ديال الحبس اللي داخل ليه، تريماغاسي اللي هو واحد الشيباني غادي يفسر ليه اشنو كاين ويزيد شي قواعد اخرى اللي انا ما دويتش عليها في الاول، بحال مثلا ان ما خصكش تهضر مع الناس اللي لتحت لحقاش هما تحت منك، وانك خصك تحتقرهم، اما الناس ديال الفوق بلا ما تحاول تهضر معهم لانهم كاع ما غادي يتسوقوا ليك وغادي يحتقروك. Porque están abajo. Los de arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque están arriba. Obvio.
بيان سور هادو ماشي القواعد الملزمه على الناس، ولكن النتيجه ديال هاد الترتيب الطبقي يعني الهندسه ديال المكان والطريقه كيفاش تفرقات كتفرق الماكله هي اللي عطات هاد النتيجه ديال الحجر والمحجور ديال الجاني والفيكتيم. تريماغاسي عارف بلاصتو مزيان في هاد السيستم، هو براغماتي، وكيف ما الناس اللي فوق منه كيحقروا عليه هو كيحقر على الناس اللي تحت منه. يعني لكان هاد السيستم هو سيركوي ديال الضو، تريماغاسي كيدوز الضو مزيان. هنا كنبداو نشوفوا ان الحفره هي كاريكاتور ديال الكابيتاليزم، الماكله كترمز للثروه والانتاج، يعني كل الخيرات اللي تقدر تنتج هذه الارض، وحتى الطريقه باش الماكله مقدمه بواحد الفخامه وحس ديال الديتاي في البريزنتيشن والرقي، بحال الا كتخرج من شي كوزينه ديال شي بالاس، الشيء اللي كي كونتراستي مع الطريقه باش المحابسيه كياكلوها بيديهم وبالكمشه وكيعفسوا عليها برجليهم بحال شي حيوانات، كياكلوا اللي كيقدروا عليه، كياكلوا بلا ما يفكروا في الناس اللي في الطبقه اللي تحت منهم، يعني كل واحد وزهرو، اللي الفوق كياخذوا معظم الثروه بينما اللي لتحت ما كيبقاوش ليهم حتى الفتايت باش يعيشوا. طريقه ديال التفكير ديال تريماغاسي هي تابعه للايديولوجيه الراسماليه، داكشي ديال كلشي كيتباع ويتشرى، حتى المعلومات اللي كيعطي ولات عندها قيمه، يعني ما بقاش باغي يبقى داوي خاوي. فاش غورن كيطلب معلومه خاصو يطلق معلومه في المقابل. باش نزيدو نفهمو الطريقه ديال التفكير ديال تريماغاسي اللي هو في حبس وما يقدرش يشري حتى شي حاجه جديده، يعني ما يقدرش يشفي هذاك الغليل ديالو ديال الاستهلاك، ولا طامع في الاحتكار ديال كلمات بحال اوبفيو اللي استطاع انه ينيغوسي مع غورن باش ما يبقاش يستعملها ويكون هو عنده الاحتكار عليها المونوبول. Vamos, hombre, cuéntamelo. Está bien, pero solo si se compromete a no volver a robarme la palabra obvio. على عكس غورن اللي قرر انه يجيب معاه كتاب للحبس لانه انسان متفائل، تريماغاسي جاب معاه موس ماضي. غورن فاش فهم فين هو، اول رياكشن ديالو هي انه يحاول يبدل هادشي ويلقى شي حل اللي غادي يصوفي كلشي. الحل باين هو ان كل واحد ياكل شويه باش كلشي يعيش، ولكن كيفاش غادي يقنع الناس الاخرين؟ فاش كتجي الماكله من الفوق، تريماغاسي كيحط الوساده في الارض باش يجلس على ركابيه بحال البوزيشن ديال العباده في الكنيسه، غير هو كيعبد الرمز ديال الثروه الراسماليه وكيبدا ياكل في البقايا اللي وصلت للطابق 48. من بعد ما غادي يدوزوا شهر غادي يفيقوا في الطابق 171، يعني شهر ديال الشوع. هنا فين السيستم ديال تريماغاسي غادي يبين الحقيقه ديالو، فاش كتكون الامور مزيانه راه بخير، ولكن فاش القضيه كتولي محكه راه ما كاين غير راسي يا راسي، لان الطبيعه ديال الانسان انانيه. غورن غادي يلقى راسو مربوط ما يقدرش يتحرك، وتريماغاسي كيقترح عليه حل باش يبقاو حيين في هذا الطبق اللي ما كتوصل ليه حتى فتاته ديال الماكله. تريماغاسي كيقترح باش هما بجوج ياكلوه. هنا كنشوفوا الوجه البشع ديال السيستم، من اجل الحياه كل شيء مسموح حتى اكل الانسان. غورن غادي تصوفيه واحد السيده اللي كل شهر كتهبط في الميضه باش تقلب على شي ولدها تالف في الحبس، كتخلي بلاصتها كيف ما كان النيفو اللي هي فيه وكتضحي من اجل هذه المهمه، واخا حتى واحد ما عارف واش هاد السيده حمقى ولا بعقلها ولا واش هاد الولد كاين ديال بصح ولا غير كتخيلو. فاش كتفك غورن كتعطيه الموس الماضي. هنا نقطة مهمة في القصة، لأن فاش غورن شد الموس وقتل تريماغاسي دار خطوة لا رجعة فيها. فاش قتل راه ولا واحد من السيستم، فاش قتل راه بارتية ديال المبادئ ديالو مشات. كنشوفوا أن غورن اللي كان بحال دون كيخوتي الشخصية الرئيسية ديال سيربانتيس، فارس ذو مبادئ كيحاول يتضارب مع الأوهام ديالو. دون كيخوتي كان كيتضارب مع الناعورات ديال الهوى على اساس انها عمالقه اشرار. بهذه الحركه ديال القتل فاق وفهم انه صغير وضعيف باش يقاوم السيستم، وبحال تريماغاسي غادي يتخلى على الانسانيه والقيم ديالو باش يعيش. غادي ياكل تريماغاسي لانها ضروره، ومن هذيك اللحظه تريماغاسي ولا كيشكل طرف منه، طرف من الطريقه باش كيفكر. غورن غادي يدوز دابا للبارتيه الثانيه ديال التحول ديالو، غادي يفيق في الطابق 33، وهذه المره غادي تكون معاه سيده في الطابق.
السيده اللي جايبه معاها الكليب ديالها الصغير. هاد السيده ماشي اي وحده، هي اللي دخلت غورين للحبس. اللي خصنا نعرفوا هو ان غورين ما دارش شي جريمه باش يدخل الحفره، هو كان متطوع جا من ديتو راسو، لحقاش وعدوه بانه الى دوز 6 شهور هنا غادي يدي ديبلوم. السيده سميتها ايموغيري والكلب ديالها رامسيس 2. ايموغيري هي العكس ديال تريماغازي، كتامن بالناس والقدره ديالهم على الانسانيه، كل نهار كتحاول تقنع الناس انهم ياكلوا غير داكشي اللي خاصهم ويخليو الناس اللي تحت منهم. اسكوتيمي بور فافور، les he dejado a un lado un par de raciones para ustedes, así que coma cada uno la suya y si son tan amables preparen dos similares para los del siguiente nivel. كتقاسم الماكله ديالها مع الكلب، نهار هي كتاكل ونهار هو كياكل باش ما يضيعوش الناس اللي لتحت. واحد من الاشياء اللي كيبين الانسانيه ديال بصح هي فاش كتبقى انسان في هذيك الظروف الصعيبه كيضحي من اجل حيوان. كون غورين تلاقى مع هاد السيده في الاول كون حتى هو بحالها بدا كيحاول يقنع الناس بالتحمس، ولكن هذيك الايجابيه عند غورين راها مشات، راه توسخ وعرف الوساخه ديال الانسان محروم من الماكله. من بعد القتل دابا غادي يدوز للتهديد. الناس اللي كانوا ما كيسمعوش الايموغيري وكيرفضوا انهم ياكلوا غير شويه، غادي غورين يهددهم، يا اما ياكلوا على قدهم ولا غادي، كيفاش غادي نقول ليها بلا ما نصدمكم، غادي تولي الطابله ديال الماكله بيت الراحه ديالو. Vamos a ver, hijos de puta. O haces exactamente lo que dice la señora o me voy a cagar en vuestra comida todos los días. يعني حتى واحد ما ياكل. بطبيعه الحال هاد التهديد كيحترم الهندسه ديال الحبس، هاد التهديد ما يقدر يصدق غير الناس اللي تحت منه، اما الناس اللي الفوق راه قانون الجاذبيه كيمنعو باش يكون عليهم اي طريقه ديال الضغط. من بعد شهر يقدر يلقى راسو لتحت وكلمته ما غاديش تكون عندها نفس القيمه، يعني الحل ديال التهديد هو حل مؤقت وهشيش. من بعد شهر كيفيقوا بجوج في الطبق ماشي نوجوج، غورين كيكتشف ان ايموغيري شنقات راسها. واش لحقاش بغات تعطي الجسم ديالها لغورين باش يقدر يعيش في هذا الطابق كيف ما هو تخيل ليه، ولا واش هي ما قبلاش ان هذا الطابق يقدر يقيس المبادئ ديالها وفي نقطه الضعف تخلى عليهم، الحاجه اللي يمكن ما غاديش تقدر تتحمل، اذا اختارت الطريق السهله اللي هي الموت. المهم في هذا الطابق غادي نشوفوا اللقطه الاهم في هذا الفيلم، النقطه ديال التحول الاخير ديال الشخصيه ديال غورين. هاد اللقطه هي فاش غادي يبدا يحسب الوقت ما بين فاش الطابله كتدوز من الطبق ديالو والوقيته فاش كتطلع الطابله في حالها في الاخر ديال السيرفيس، كيحسب باش يقدر يستنتج شحال كاينه من طبقه. علاش هاد اللقطه مهمه؟ لحقاش فاش غورين بدا كيحسب يعني راه بدا كيخطط، يعني راه بدا كيوجد لرده فعل ضد هاد السيستيم. دابا ما غاديش يبقى مفعول به ولكن غادي يبغي يتحكم في الحياه ديالو ويولي فاعل. حتى الكتاب اللي كان عنده كلاه لان هاد البلاصه ما فيهاش مجال ديال الحلم ولا الجمال. الطابق اللي غادي يفيق فيه هو طابق 6 والرفيق ديالو الجديد هو بهارات، وهنا غادي يقنعوا غورين باش يستعملوا القوه والمرتبه العاليه ديالهم بجوج في طابق 6 باش يوزعوا الماكله بطريقه عادله. غادي ياخذوا جوج بارات ديال الحديد ويركبوا على الداله اللي كتهبط ويستعملوا العنف باش يحققوا المساواه. هنا كنشوفوا الرمزيه ديال الشيوعيه، محاوله تحقيق المساواه باش تموت الطبقيه، غير هو باش هذا السيستم الجديد يخدم خاص استعمال العنف والديكتاتوريه، لان ما كيخليوش شي واحد تكون عنده فكره مختلفه على الافكار ديالهم بحال الحزب الواحد. هاد السيستيم حتى هو بحال السيستيم الراس المالي، كيولد الظلم، العنف، المعاناه والموت. اذا هنا كنفهموا بان الفيلم ماشي انتقاد للسيستيم، لان في الاول كيجينا بحال الا كيتهم الراسماليه، ولكن من بعد كيوريك بان الاشتراكيه حتى هي ما مزياناش. الفيلم كيقول ان بنادم هو اللي ما مزيانش، لان كيف ما كان السيستيم بنادم اناني وكيفكر غير في راسه، وكيفاش النظره ديالو ديال العالم هي اللي صحيحه. باش يتبدل السيستيم خاص شي حاجه ما اكثر، خاص شي رمز قوي، رمز اللي كيخلي هاد الناس اللي ولاو حيوانات يعاودوا يسترجعوا الانسانيه ديالهم. فاش غورين وبهارات غادي يفهموا هاد القضيه غادي يحاولوا يحتفظوا بالطبق واحد ما يقيسوهش اللي هو الباناكوتا. الباناكوتا كتولي هي الرساله. علاش؟
لان الى صيفطوا بلا ما مقيوش كيبرهنوا باللي كاينين الناس لتحت، ماشي غير البهايم اللي كيدهسوا كل شيء وكيصيفطوا الطابله ممسوحه والميعن مقلوبين. فاش غادي يصيفطوا الباناكوطا ما مقيوساش، يعني تيقولوا بالله عندنا خيار اننا نرفضوا واخا غير طبق واحد، ولكن عندنا القدره ديال الرفض. واش هذا الرمز يقدر يبدل شي حاجه الى وصل لفوق من بعد كاع هذوك الاوهام اللي عاشوها الشخصيات في الفيلم؟ الا كانت شي حاجه متاكده في هذا الفيلم هي حتى شي حاجه ما مأكدة. في الطابق الاخر اللي هو 333 غادي يلقاو دريه صغيره، دريه اللي بحال ما مقيوساش بالظلم والمعاناه والالم ديال هذا الحبس، كتبان في صحه مزيانه غورين وبهارات، واخا بقاو معاها في هذاك الطابق وخلاو عندها الباناكوطا، الطابق ما سخنش وما بردش، بحال الا هذا الطابق خارج على السيستم وما كتطبقش عليه القوانين ديال الحبس. فهاد اللحظه البنت كتولي هي الرساله والرمز اللي غادي تمشي في الطابله للفوق. حسن من الباناكوطا، البنت كتصيفط ميساج ديال الوجود ديال جيل جديد اللي جاي. الرمزيه ديال بنيته هي وقيل الرمزيه ديال الجيل الجاي اللي هو يقدر يمكن يبدل الاشياء وينقص الظلم، ويمكن ان الصراع ديال غورين وبهارات باش يوصلوا الباناكوطا حتى لتحت كان بحال السؤال ديال شنو خلينا لوليداتنا، واش غادي تبقى شي حاجه ليهم من بعد ما حنا غادي نمشيو في حالاتنا الا بقينا كنتعاملوا مع هادشي اللي كتعطينا الارض بهاد البشاعه؟ يقدروا الناس اللي غادي يجيو من بعد منا ما يلقاو والو. هاد الفيلم باش زوين كيخلينا من الاول نحطوا راسنا في بلاصه البطل. هذاك الاحساس ديالي وانا كنتفرج في هاد الفيلم، كل ما كتوقع شي حاجه كنقول شنو كنت ندير انا في بلاصه غورين. وكنظن ان هاد السؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس اللي تفرجوا في هاد الفيلم. السؤال ديالي ليكم هو نتوما الا كنتو غادي تدخلوا لهاد الحبس اشنو كنتو تاخذوا معاكم؟ شكرا للتتبع ديالكم لهاد الحلقه ديال سينما بودكاست. نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو في ريوسكم.